طبعا معنا على الهاتف، معلش ابو نايف ايوه اذا تسمح لي، اتصال جاهز يا شباب. معنا على الهاتف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد، معلقا في حق الرد على ما ذكر قبل قليل. مساء الخير سمو الأمير. مساك بالخير اخوي تركي، مساء الخير لضيوفك الكرام. نبارك لك الثلاث نقاط، تعليقك سمو الأمير على ما ذكر. الله يبارك فيك. اولا اخوي تركي، انا بعد المباراة كنت احكي انا والاخ فهد وباركت له بكل امانة على مستوى الرائد المتطور اللي فعلا اليوم كان يعني اقل شيء، وانا قلت له انه يخرج متعادل اقل لها. لكن بما يخص التحكيم وأن الأهلي لا يحتاج إلى مساعدة، فالحمد لله الأهلي لا يحتاج إلى مساعدة من أحد، والأهلي من أكثر الفرق اللي سوى يعني بعض الأخطاء الموسم هذا أو المواسم الماضية. لكن بس أحب أذكر برضه أخوي فهد أنه اللغة لنا هدف صحيح. ضربة الجزاء الثانية اللي تحدث عنها الأخ فهد كانت من تسلل واضح وصريح على لاعب النادي الرائد، والاخطاء هذه انا ما احملها الحكم الساحه بكل امانه. كان هو نفس الحكم اللي حسب الاوفسايد على الاهلي في الهدف، ومشى الاوفسايد اللي كان ممكن يتسبب بضربه جزاء، واحتمال كان ممكن ايضا انه يكون فيها طرد. فالاخطاء كانت مشتركه من الحكم، هي ربما حكم النتيجه ان الرائد تضرر اكثر، لكن الحكم اللاين شلوي اظن اسمه هو اللي كان متسبب في الحالتين، سواء هدف الاهلي الملغي او ضربه الجزاء غير محتسبه اللي كان اصلها في بدايه الكره اوف سايد. لكن احنا نوضح انه حتى الاهلي تعرض لاخطاء، احنا اللي لغى لنا هدف اليوم، نعم لغى لنا هدف مباراه هجر. لكن هذه يعني عموما نرجع ونقول انه انا ارجع شخصيا واقول انه لسه التحكيم هالسنه فرق افضل من المواسم الماضيه، واتمنى ان شاء الله ان هالغلطات تكون مفيده للحكام وللجنه ولنا احنا كمان. الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لك. أبو نايف تعليق سريع عن المباراة. طبعا المباراة اتضح فيها طبعا الخبرة الأهلاوية في هذه المباراة، عنده مثلث لاعبين أجانب حقيقة قاعدين يقدمون أحلى مستوياتهم. المثلث المقلوب اللي هو يبدأ من كوماتشو، عماد، فيكتور، نادي الرائد بعد السويح اتضح انه رجعت الثقه للاعبين، قاعد يقدم مستويات برضو جميله جدا. مباراه اليوم كانت جدا جدا ممتعه لنا احنا كمشاهدين وكمتابعين. الاهلي في النهايه يعني استحقها، وبتعزيز مناطق الدفاعيه عند للاهلي راح يوصل لمواقع. فيكتور سمس، فيكتور سمس، انا قاعد اقول هذا اللي حصل في الهدف تاسيس لاعب. مشكلتنا احنا مدربين الاجانب يجون الفريق الاول يجلسون يعني نص الاستعداد يعلمونا كيف يثبت الكره بصدره وكيف يستلم الكره الطويله. يعني انت لو تشوف الدوري السعودي الكره الطويله هذه اللاعب الاجنبي لما يجي يستخدم الكره الطويله صعبه على اللاعب السعودي. انا اتكلم هذا التاسيس، شوف الكره من فين جت، من كم متر، كيف استقبلها، كيف نزلها، هذا واحد. الشيء الثاني شوف قراءه كوماتشو للملعب، الرؤيه عنده العاليه اللي كشفت الملعب كامل. اللاعب هذا قاعد يجري الكره اكثر ما يجري يعني هنا 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 الفرق. شوف شلون استلام فيكتور في الزحمه هذه والكنترول هذا تاسيس لاعب. وتابع اللاعب الاجانب وتشوف كيف التاسيس لهم، كيف له دور. احنا عندنا مشكلتنا يعني يبغى لهم ملعبين اللي جاي استلام الكره. فاصل قصير بعدها ونعود لمواصله الحديث في البرنامج.